سوسنستي ألي سوسنستي، المسيح قام بالحقيقة قام. كل سنة وشعب المسيح طيب، وكل سنة وقناة ميساد طيبة، وكل سنة وقداسة البابا المعظم الأنبا ثوذروس الثاني وشركائه في الخدمة الرسولية، أبينا المطران الأنبا بفنوتيوس مطراننا المحبوب والأنبا أرمية بخير وسلام. ربنا يدومكم للكنيسة وديوم حياتكم سنين عديدة وأزمنة سالمة مديدة. عيد القيامة هو عيد الأعياد، وهو أعظم الأعياد في المسيحية، ودايما نقول فلنفرح ونبتهج به. بركة القائم الأموات تقيمنا معه وتعطينا الفرحة الداخلية، والرب يبرئ الأرض من كل وباء، ونقول إن كنا نتألم معه فسوف نتمجد معه. في هذا العيد أحبائي، اللي ما فيش مظاهر العيد، اللي كلنا بنقول إحنا الكنيسة مغلقة، ما حضرناش أسبوع الألام ولا البصخة المقدسة في الكنيسة، ما حضرناش القداس العيد في الكنيسة، لكن صدقوني العيد ده سيكتب عنه التاريخ، لأن المسيح مش عايز احتفالاتنا بالأعياد تكون احتفالات مظاهر. المسيح بيفرح لما يكون الاحتفال احتفال داخلي. نحن نعلم أحبائي إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، ونعلم أيضا إن إلهنا إله صالح، ما يسمح به هو لصالح كل البشرية. في هذا العيد أحبائي بالذات أخذنا بركتين. البركة الأولى بنسميها اختبار، والبركة الثانية بنسميها قيامة. البركة الأولى اختبار لكل نفس، يعني اختبار للإيمان، هل أنت إيمانك ثابت؟ هل أنت واثق في إلهك؟ هل أنت واثق أن إلهك بإشارة يده يشيل كل الوباء من الأرض؟ هل أنت بتقول فعلا إن صرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا؟ ده أول اختبار. وتاني اختبار هو اختبار للصلاة الحقيقية. كلنا كنا بنحتفل بعيد القيامة والبصخة المقدسة، وكلنا ككاهن وشماس وشعب نتسابق ان احنا نطرح مزامير، نتسابق ان احنا نقول ألحان. فالاختبار الحقيقي، هل انت عشت اسبوع الألام في بيتك صحيح؟ هل انت عشت البصخة المقدسة الفعلية جوا بيتك؟ هل عملت البصخة كده مع بيتك ومع أسرتك ومع نفسك في غرفتك الداخلية وابتديت تكلم ربنا؟ ده اختبار حقيقي. يا إما أنك تكون شجرة التين المورقة بلا ثمر، أو أنت كنت بتعبد الناس عشان كده كنت بتفرح لما بتطرح مزامير، يا إما أنت كنت بتعبد إله حقيقي عبادة حقيقية عشان كده عشت الألام وعشت البصخة المقدسة في البيت. تاني بركة هي القيامة، ان كل عيد قيامة كنا بنحتفل بالقيامة في الكنيسة، لكن في هذا العيد بالذات المسيح اراد ان يقيم كل واحد فينا من الموت. المسيح قام حقا، بس قام في قلب كل واحد فينا، قام في بيت كل واحد فينا. عشان كده العيد ده بالذات المسيح عايز يقوم بس في قلوبنا وفي بيوتنا وفي حياتنا. الاحتفال الحقيقي بقيامة المسيح هو قيامتنا معه، قيامتنا من المشغولية، قيامتنا من الخطية، قيامتنا من الكسل والتهاون، وزعتها المسيح هيفرح بينا. خريستوس أنستي، أليسوس أنستي. بركة عيد القيامة المجيد يشفي الأرض ويبرئ الأرض من كل وباء،
وينعم بالبركة والسلام على العالم كله وعلى مصرنا الحبيبة بقيادة رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبصلوات صاحب الغفتة والقداسة الأنبا طاووس الثاني، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.